مرحبا برج الجوزاء، هذه قراءتك العامة. راح نلقي فيها نظرة عامة على الصعيد المهني أو المالي. عندنا أيضا الوضع الصحي العاطفي، وراح نختمها بأي أخبار أنت تتوقعها أو ترتقبها في هذا الشهر. وأيضا لدينا أول كرتين تبع الطاقة العامة. لديك الكثير من الطاقة المائية وكرت الموت، وهو أيضا برج العقرب. أرى أنك كنت مستقر بسبب ملك الأكواب، كنت مستقر على وضعك لفترة طويلة، مرتاح فيه، في الوظيفة، في المال، في الدخل، كان عندك نوع من الاستقرار، ثابت على وضع معين لمدة طويلة. ولكن هذا الوضع راح يتغير تغيير شامل، تغيير جذري ولكن إيجابي. أكثر الناس لما تشوف كرت الموت تخاف أو تعتبره شيء سيء، هو والبرج، ولكن هو تغيير لابد منه. أحس أنك صار لك فترة تنتظر تطورات معينة تأتيك على الصعيد المالي من أجل أن تحقق لنفسك الاستقرار الأسري، الارتباط، الشراكة. كأن في عندك شرط أن أول تحقق ذاتك، تستقر ماليا من أجل أن تحقق الشراكة الفعلية على الصعيد العاطفي. فالتغيير الشامل آتي لا محالة. احتمال أنه يضايقك شوي في البداية، تعتبر أنه تغيير كبير في فترة بسيطة، احتمال مثل الترقية تكون، أو طلب زيادة على تجارتك، على أعمالك، على وجودك. فراح تكون مثل اللي مشغول، أنا كنت مرتاح في وضعك السابق. راح تعتبر أنه كأنه يعرقل روتينك اليومي، أو لأن راح هذا التغيير راح يأتي معه مسؤوليات زيادة، سيكون له ثمن. هو فعلا سيأتيك بدخل زيادة، استقرار زيادة، حب زيادة في حياتك، يفتح لك أبواب جديدة. ولكن ستحس أنك أصبحت أيضا مشغول زيادة، وراح شوي في البداية أحسك تقاوم التغيير، لأن وصلت لمرحلة ثبت فيها نفسك، مرتاح مع نفسك، مرتاح في وضعك الحالي. كأنك تقول لا خلاص توقفنا عند هذا وهذا كفاية. أحسك قانع، هذه هي الكلمة، قانع بوضعك. ومن أجل ذلك لست متحمس ذاك الزود بشأن التغيير القادم في حياتك على صعيدك المالي. أرى أن الأموال، هذا لدينا كرت العدالة، كرت برج الميزان، ولكن أرى أن الأموال راح تأتيك من كذا جانب، جانبين بالأحرى. راح تأتيك من دخل ثابت أنت كنت دائما متعود عليه، وأيضا راح يدفع لك أموال الناس كانوا مدينين لك فيها، حتى مؤسسات كانت مدينة لك بأموال معينة، أشخاص تدينوا منك، راح تأتيك أموال تدفقهم مع بعض. راح يحسسك أنك مش عارف شلون تتصرف، مش عارف توازن نفسك، لأن أنت متعود مثل ما قلت لك، أنت مرتاح مع نفسك، متعود أن الأموال تأتيك طريقة معينة من أشخاص معينين، ويقف الموضوع عند مبلغ معين. ولكن تدفق الأموال من كذا جانب راح شوي يحسسك لفترة ما، لأن راح يبتدي يكون بالنسبة لك بداية، فراح شوي تفقد توازنك أحسك، وراح تكون مثل اللي قاعد تقارن نفسك بالآخرين على الصعيد المالي. راح تحس أن لديك الكفاية، ولكن في نفس الوقت هي طاقة غريبة بالنسبة لك. لديك الكفاية وتأتيك الأموال، ولكن دائما قاعد تحس أن ما عندك كفاية، أن لحد الآن ما وصلت إلى مرحلة النجاح، أو ما وصلت إلى مرحلة الختام، أو المرحلة اللي إذا ملكت هذا القدر من الأموال تستطيع أن تفعل كل ما تشاء. لديك الأموال، التاريخ يخبرك أن راح تأتيك الأموال، ولكن أنت مو قاعد تشوفها كخماسيات، حتى أنت قاعد تشوفها كميزان، أنك قاعد تستلم ما عملت من أجله، أو اللي الأشخاص مدينين لك فيه. ما قاعد تشوفها كفرصة أنك تستثمر، تنمو، الأوضاع قاعدة تتحسن، فاحتمال أنك شوي تكون متشائم،
أو شوي قاعد، دائما عندك إحساس بالقلة، ودائما تحس أن الآخرين يملكون أكثر منك، ولكن هذا مجرد وهم، لأن أنت اللي قاعد مثل اللي تفكر هاي التفكير أو تلقم نفسك هاي الطريقة من التفكير. احتمال الناس اللي قاعد تقارن نفسك فيهم لا يملكون أكثر منك، وليس أدائهم أيضا أفضل منك، ولكن كنت في مرحلة انتظار وما تستحقه، والذي من حقك سوف يأتيك على الصعيد الصحي. ما أشوف أن عندك أي مشاكل كبيرة، أي مشاكل جدية، أي مشاكل يعني تستاهل أنك تقلق من أجلها، ولكن أحسك غير راضي عن احتمال أسلوب حياتك أو نمط التغذية عندك، شكل جسمك، وزنك، عندك شوية عدم ارتياح، مو كبير لدرجة أنه يهدد سعادتك، ولكن موجود بشكل صغير. أشوفك تبحث عن التطوير والتحسين، ودائما تفكر أن أنت في السابق كنت أفضل. احتمال أنك في السابق كنت تتمرن، تهتم بأكلك، تعمل نوع من أنواع الرجيم، عندك نمط غذائي معين تخليت عنه، فتحس حاليا أنك مو في أفضل حالة جسمانية. ولديك أيضا ملكة السيوف، وهي طاقة الأبراج الهوائية، برج الدلو بالتحديد، ممكن يكون أيضا الميزان أو أنت الجوزاء. فأرى أنك أنت هذا عدم ارتياحك يجب عليك أن تأخذ قرار بشأنه، يعني حان الوقت أن أنت فعلا تبتدي في التغيير اللي أنت طالما كنت تحلم فيه. طالما كنت تحلم مثلا أو تقول أنك راح ترجع الجيم أو تعمل رجيم يوم الأحد، كنت دائما تقول أنك راح تعدل نمطك الغذائي، حان الوقت التاريخ يخبرك، حان الوقت لإحداث تغييرات كبيرة عشان أنت تكون مرتاح مع نفسك، لأن هاي الطاقة تقول لك الناس مو مهتمين. هذه عدم ارتياحك الشخصي من نفسك، ليس حكم الآخرين هو ما يسبب لك عدم الارتياح، وإنما نظرتك الشخصية لنفسك. فإذا في أي شيء أنت مو مرتاح معاه في جسمك، في تغذيتك، في طريقة أكلك، نظمه، أحدث التغييرات، وعليك أن تكون جاد مع نفسك. إما تحدث التغييرات، وإما أن تتوقف عن التأفف أو الملامة أو التذمر. توقف عن التذمر، يقول لك أحدث التغيير أو توقف عن التذمر على الصعيد الصحي. على الصعيد العاطفي، مثل ما قلت لك، أنت راح تروح من 5 الخماسيات إلى 6 الخماسيات طاقة أرضية عندك أو ترابية. أرى أن مثل ما قلت لك الأموال راح تظل تأتيك، تتدفق إليك بشكل مستمر، بشكل ثابت، من كذا مصدر، أشخاص مدينين إليك، بالإضافة إلى دخلك المعتاد، بالإضافة إلى شيء زيادة قاعد تسويه، تحاول أنك تدخل منه أموال. الأموال راح تظل تأتيك، وراح تتطور في شهر أبريل وتتحسن إلى درجة تحس فيها جدا بالاستقرار، تحس فيها بالرفاهية، يعني راح يتغير الحمد لله وضعك من الطاقة الأولية. هذا الشيء راح يغير تفكيرك بخصوص العلاقات، الحب. راح تحس انك اوكي، حان الوقت اني افكر بشكل جدي بالارتباط، اني اذا كنت انت الرجل، احتمال انك تبتدي توفر الاموال من اجل الارتباط او الزواج، او راح تحس بثقة اكبر انك تبدي اعجابك تجاه شخص معين التقيت فيه، واحتمال انك تلتقي فيه ايضا في ابريل. ارى ان في احد راح تقع عينيك عليه. واذا كنت انت امرأة الجوزاء، احتمال ان هذا الشيء، التطور المهني او المالي او الاستقرار، راح يخليك مستعد اكثر للحب، متطلع اكثر للحب وللارتباط وللشراكة والابناء. لدينا أيضا هاي الطاقة، طاقة الأمومة. راح تكون الاستقرار المادي بالنسبة لك هو اللي راح يدفعك أن تبحث عن أشياء مختلفة في الحياة، مشاريع جانبية أو الشراكة كزواج وحب وعاطفة. راح تكون جدا مستعد ومتطلع إلى المرحلة القادمة بإذن الله.
الأخبار القادمة. إذا أنت أبديت إعجابك أو أحد أبدأ إعجابه فيك، فتأكد أن في الفترة القادمة في لقاء عندك بشخص جدا مهم. إذا كنت تنتظر لقاء معين بخصوص ترقية، فتوقع الأفضل، لأن اللي في هذا الكوب عندك الكوب الواحد رقم واحد، اللي في هذا الكوب راح يفوق توقعاتك. إذا كنت تنتظر احتمال خبر معين بخصوص ترقية مثل ما قلت لك، راح يكون شهر أبريل شهر جدا مبشر بالخير. الأشخاص اللي في محيط عملك أو تجارتك راح يلاحظون إبداعك، راح يلاحظون فعلا يرون قيمتك، أنت شخص صاحب قيمة بالنسبة لهم. ولكن هاي الفترة بالذات راح يتأكدون من قيمتك في محيطهم. وإذا كان اللي تنتظر حب أو علاقة عاطفية، ففي مثل ما قلت لك بداية الاستقرار المادي، راح إما أن تقع عينيك على شخص أو شخص تقع عيناه عليك. أرى أن الشخص الثاني هو اللي راح يختارك، مثل اللي ينظر إليك ويعرف أنه وجد الشريك المثالي لكي يبني معاه ويأسس معاه أسرة ومستقبل وحياة. بعد ما يقع عليك، أنت احتمال ما تكون متأكد، عندك غصنين، ما تكون متأكد بخصوص هذا الشخص، نواياه أو مكانه في حياتك. الكوب هذا الشخص أداءه في حياتك راح يفوق توقعاتك، راح يكون أفضل من المكانة البسيطة اللي أنت حطيتها لها. يعني أشوفك هني أنت مستعد أنك تجازف من أجل الحب، ولكن هذا الشخص متأكد من الحب، يفوقك يعني في التأكد والعطاء. يعني أنت احتمال ها يمكن، ولكن هو بالنسبة له أن أنت الشخص المناسب، وجودكم مع بعض يحس أن الشيء الصحيح، يعني يحسك أن أنت سولميت تبعه. راح أسحب لك الآن كرتين، كرت واحد تبع النصيحة، شهر أبريل برج الجوزاء، نصيحة أخيرة. Be authentic. Be real and true to who you are and how you feel. مثل ما قلت لك في البداية، عندك الكثير من الطاقة المائية، طاقة المشاعر، وأيضا برج العقرب. أتوقع أن الرسالة لك لما يحدث عندك البزوغ، يعني راح تظهر فعلا بوادر النجاحات المادية عندك، لا تهرب أو تكون متشائم بخصوص الحب، لأن الحب أرى أنه يأتي في طريقك بعد النجاح المادي، بعد الاستقرار المادي، بعد ما أنت تكون مرتاح ومستقر مع نفسك. فعلا احتمال أن عدم ارتياحك من نفسك وجسمك هاي الفترة هو اللي يوقفك من تحقيق كل هذا الجانب، جانب الاستقرار والحب والعاطفة. فمجرد ارتياحك مع نفسك، احداث التغييرات اللازمة، ارى ان هي الكفيلة بان تخليك مؤهل اكثر، حتى لو الحبيبة والشريك سيأتي في طريقك، او اشياء ممتازة على الصعيد المهني راح تأتي في طريقك، ان تكون مرتاح مع نفسك. أوثنتك بالعربي يعني أتوقع المصداقية. لما تكون مرتاح مع نفسك، واضح مع نفسك أن في فعلا تغييرات من فترة أنت كنت تريد أن تعملها وحان الوقت أن تعملها، راح تجذب بشكل أفضل الأمور اللي تترقبها في حياتك. وراح أيضا أسحب لك كرت تبع ما الذي يجب أن تعرفه، يعني مثل خبايا الأمور أيضا لشهر أبريل.
Okay. The spirit whisperer. همس الأرواح أو الروح الهامسة. Divine guidance, higher knowing. عزيزي الجوزاء، هذا بالنسبة لي مثل كرت شبيه بالهاي بريستس، مثل قريب من الهاي بريستس أو العالمة. في أمور عندك عالقة.